وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عمار التباب. أهلا وسهلا بك سيد عمار. بداية، مقتل وإصابة 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات الإيرانية بقصف ريفي حماة وحلب، ما تعليقكم على هذا القصف الذي تكرر على الميليشيات الإيرانية؟ هلا بالتأكيد من الواضح ما تبغيه إسرائيل من هذه الضربات، يعني في الظروف التي تعيشها سوريا من خلال عمليات التهدئة التي تشهدها كامل الخارطة السورية وتثبيت مواقع التمركز للقوى الفاعلة على الأرض سواء إيران أو تركيا أو أمريكا أو حتى روسيا، كل هذه المناطق يعني روسيا العدو الأبرز لها أو إسرائيل العدو الأبرز لها والذي تخشى من تقدمه باتجاه حدودها هو إيران، وهذا كان جليا من خلال يعني كامل التدخل الإسرائيلي في الحرب في سوريا بعد اندلاع الثورة السورية في 2011. كل ما كانت تبغيه إسرائيل هو إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الإسرائيلية والأردنية بمسافات بعيدة من أجل أن لا تستطيع التقدم، وبالتالي تستطيع فيما بعد أن تجعل هذا التقدم هو عبارة عن يعني جهة استقطاب للجهاديين بحجة تحرير القدس وهذه الأمور. يعني الغريب أن في التعامل الإيراني أن تحرير القدس يعني لا ينطلق من حمص ولا ينطلق من حماة، فهذا كان يعني هذا يبين أن وجهة النظر الإيرانية هي احتلال سوريا في المرحلة الأولى. الغريب يعني أنت قلت أنه لم يحدث شيء، لكن النظام لا يتهم أيضا أي جهة رغم تكرر القصف على مواقعه، يعني ما مصلحة النظام في عدم توجيه الاتهامات لأي جهة برأيكم؟ لا، النظام يعني لم يصرح بتوجيه اتهام لإسرائيل، فقط لكي لا يضع نفسه في موقف محرج أمام الرأي العام ويقول أنني سأحتفظ بحق الرد. يعني النظام يحتفظ بحق الرد منذ ما يزيد عن 40 سنة، ولكن اليوم يعني خصوصا بعد العمليات الأخيرة وبعد الضربة التي استهدفت بعض المواقع الإيرانية وتم إسقاط طائرة إسرائيلية، تذكرون هذه الحادثة قبل بضعة شهور، هذه العمليات يعني كلها النظام يريد أن يصدر نفسه كجهة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وهو شريك له في احتلال الأرض السورية. يعني النظام هو محتل ولكن في ثوب آخر، ولكن هو يريد أن يصدر نفسه للرأي العام بأنه هو لا يزال محور مقاومة، هو لا يزال يدافع عن أرض إسرائيل وهو ينطلق من سوريا لتحرير إسرائيل. بهذه الحالة يعني النظام لا يريد أن يضع نفسه أمام هذا الرأي العام بأنه لم يرد على الضربة الإسرائيلية، لذلك أنكر معرفته بالجهة التي تضرب هذه المواقع، ولكن الرادارات الروسية يعني حددت كل شيء. القصف هذه المرة لم يأتي من السماء كما حدث في قصف مطار تيفور، إنما بحسب النظام نفسه أيضا كان بصواريخ نوع أرض. يعني برأيكم إلى أي مدى ترون أن الميليشيات الإيرانية في سوريا باتت مهددة على الأرض؟ الميليشيات الإيرانية بالتحديد في سوريا هناك مصلحة مشتركة للدول بإبعادها عن المنطقة. يعني إذا نظرنا من وجهة نظر روسية، إيران هي الشريك الوحيد لروسيا في السيطرة على المناطق التابعة للنظام، والتي أصبحت يعني اليوم في وضع استقرار شبه وضع استقرار، يعني لم يبقى هناك إلا جيبين وحيدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام تحتوي على قوى معارضة. اليوم النظام أخلى كل هذه المناطق، فالفاعل الكبير بهذه المناطق هو روسيا وإيران، وروسيا لها مصلحة كبيرة في تضعيف إيران من أجل أن تكمل سيطرتها على كل هذه الخارطة. يعني أنت شاهدت الضربة الأخيرة التي قام بها التحالف الثلاثي، بريطانيا وفرنسا وأمريكا، استهدف مواقع كلها مواقع كانت مواقع إيرانية، وتم التأكيد أن هناك كان هناك تنسيق مع الجانب الروسي. إذن هناك مصلحة روسية لتضعيف إيران في هذه المناطق. أيضا إسرائيل لها مصلحة في تضعيف إيران لأنها لا تريد تقدم إيران إلى حدودها وبالتالي تشكيل ضغط في المستقبل على حدودها. الأتراك من جانب آخر يعني في هذه الحرب يريدون الحفاظ على المناطق التي أصبحوا يعني هم
محور السياده فيها في المناطق الشمال في ادلب وشمال حماه، ويريدون استقرار على حدودهم. ويبقى ايضا الحاجز الذي تفرضه الولايات المتحده من خلال الزنار النظام مرة أخرى يتفق الآن مع تحرير الشام وقبل اتفق مع فصائل أخرى للخروج إلى إدلب مقابل فك الحصار عن كفرية والفوعة. يعني بشكل عام وبحساب الربح والخسارة، هل ترون خروج تحرير الشام إلى إدلب فيه ما يصب بمصلحة الثوار؟ الحقيقة لا شيء في هذه الأيام يصب في مصلحة الثوار. الثوار يعني للأسف تفتت المعارضة السورية بين عسكرية وسياسية من جانب، وبين فصائل متقاتلة من جانب آخر، وبين قوى سياسية أيضا متقاتلة من جانب آخر. قوى سياسية لا تعرف لها لون، هناك قوى سياسية تقول أنها معارضة وهي وليدة النظام، وهناك قوى سياسية خرجت من رحم الثورة ولكن تصرفاتها مرهونة بالداعم الخارجي. إذا أنت لا تجد نفسك أمام ثوار. الثوار هم الذين كانوا على الأرض، الثوار هم الشعب بحد ذاته، الشعب الذي ذاق مرارة التهجير ومرارة القتل ومرارة التنكيل من النظام وحتى أيضا من قوى المعارضة في المناطق التي خضعت لها. يعني اليوم في إدلب هناك خلال هذين الشهرين 1000 قتيل سقط بين جبهة تحرير سوريا من جانب وهيئة تحرير الشام من جانب آخر. إذا عن أي محرقة أنت تتحدث في إدلب؟ يعني إدلب اليوم كان هناك خلال 10 أيام الماضية عمليات اغتيال تجاوزت 20 عنصر من الفصائل المتناحرة. هذه عمليات الاغتيال لم يعرف حتى الآن أحد مصدرها الحقيقي. إذا هناك عمليات لإشعال فتنة بين هذه الفصائل، وإدلب على موعد مع ستقودها هذه الفصائل، سيأكل منها القوي الضعيف ومن نعم. ثم يتناحر الأقوياء في إدلب. هذه المسألة أنت أمام محرقة صراحة في إدلب. طيب. مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عمار التباب، شكرا جزيلا لك.